فقط في أبرواش يوجد جبال مرتفعة ومناظر جميلة وخلابة. أبرواش بلد أثرية موجودة منذ ملايين السنين، يسكنها عائلات جميلة جدا ومحترمة، منهم البدو ومنهم السكان الخارجيين. طبعا أنا طالع فوق الجبل عشان أحكيلكوا الأشياء اللي بتستخدم لصيد الصقور، بس قلت أشارك معاكم اللحظة وأنا طالع فوق الجبل. شايفين المناظر أو شايفين الجبال؟ الجبال ديك مرتفعة جدا، وأبراج بلد جميلة جدا تستحق إن الناس تجيها من كل العالم عشان تشوف الجبال الجميلة وتشوف ناسها الطيبة. طبعا أنا جربت أوصل لآخر الجبل، أنا فرحان عشان جربت أوصل. طبعا زي ما انتوا شايفين السماء صافية جدا، المناخ جميل، المكان برضو جميل. طبعا اللي بيصورني واحد صاحبي اسمه مصطفى، هوريه لكم حالا. زي ما انتوا شايفين كده، بصوا على الجبال المرتفعة جدا، تحسها اصلا اللي انت جربت تطلع على السحاب. دي مصطفى اللي انا قلت لكم عليه صاحبي. طبعا زي ما انتوا طلبتوا مني ان انا انزل فيديوهات عن صيد الصقور، فانا النهارده قلت اوريكم اهم الحاجات اللي هي بتستخدم في صيد الصقور. طبعا اهم حاجه بتستخدم في صيد الصقور هي الشرق، وفي نفس الوقت حاجه اسمها اللفافه او ما تسمى النجل، تستخدم في النجل. طبعا دي بتتحط في رجل الوكري او الكراك او الشيء اللي انت هتعمله نجل، وفيها فتحات. تمام، فانت بتبدا اللي انت الفتحات دي اي صقر تاني بيشوفه بيبدا يفكر اللي هو ماسك اكل او ماسك حمامه او يمامه، بيفكر ان الصقر دي ماسكها، فبيبدا اللي هو ينقض عليه ويحاول اللي هو ايه ياخدها منه. وطبعا زي يا جماعه زي ما انتم شايفين كده الحاجات المدوره ديك بيخش بتبقى على ظهر الحمامه، دي اسمها اللي هو الشرق. تمام، بيتحط على ظهر الحمامه كده، وتبدا الخروم ديك تتقفل لما صقر ينزل ياكلها او السمانه. وطبعا دي زي ما انا قلت لكم اسمها اللفافه، طبعا ديك بتتقفل نفس الاخرام ديك وبتتحط في رجل الصقر. صقر تاني بيجي يتخانق معاه او يجي ياخدها منه بيروح برضو الاخرام ديك مقفوله في رجله. طبعا ديك الحاجات اللي بتستخدم في صيد الصقور. اما في حاجات تانية برضو بتستخدم، زي ايه مثلا؟ اقول لك انا زي الكفايه، زي حاجات كتير جدا، لكن انا اللي بستخدمه او اللي انا بشتغل فيه اللي هو اللفافه والشرق، او الاثنين ايه هم دول اللي انا بشتغل بيهم. بالنسبه للصقور الصيد البلدي، الصقر البلدي اللي هو الشرياس، هنزل لكم فيديو اوريكم صيده ازاي، لان دي احنا بنصطادوه بالفخ، فخ بيتعمل حدادي وكده. طبعا ديك بلدي ابرواش زي ما انتم شفتوا كده، فيها جبال جميله جدا واماكن جميله جدا، لكن مش دي المكان اللي احنا بنصطادوا فيه. انا طلعت هنا عشان اصور الفيديو بس. شكرا لكل الناس اللي متابعانا، وما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه عشان ننزلوا فيديوهات كثيرة واستمرار. وطبعا ديك الشرق عن قرب، لو انتوا لاحظتوا الفتحات اللي انا بقول لكم عليها هي ديك. طبعا الفتحات ديك يعني لما الصقر بيبدأ اللي هو يبدأ ينقض على الحمامة ولا كده بتتقفل على رجليه ما بيعرفش يسلكها. ودي طبعا ايه اللي هي اللي هي اللفافة أو ما تسمى الفريسة، بتتحط طبعا في رجل الصقر. تمام، إذا كان صقر أي صقر، إذا كان صقر شرياس أو صقر وكري أو أي صقر تستخدمه نجل. تمام، تبدأ تفتحها زي ما أنا هفتحها لكم الوقت وأوريكم الفتحات وهي مفتوحة. تمام، يبدأ برضو الصقر يحاول ياخدها منه فيروح مقفول على رجله زي ما انتوا شايفين كده، بتبدأ تتقفل كده.
طبعا ابو رواش بلد جميلة جدا وبلد سياحية وتستحق اللي الناس تزورها من كل انحاء العالم. بلد مشهورة بالاثار، بلد جميلة مشهورة بالاحترام والادب، كل اهالي ابو رواش ناس محترمة. دي طبعا يا جماعة السمان المهاجر بنستخدمه برضو في الصيد.